زي ما شفنا في التقرير ان مواهب كره القدم الارجنتينيه لا تنتهي. مارادونا اللي كان بطل كاس العالم 86 وهو واحد من اعظم لاعبي كره القدم في العالم، وميسي في 2022 بيقدم اداء فردي عظيم وبرضه بيتوج ببطوله كاس العالم. الحقيقه ان كره القدم الارجنتينيه كالعاده بتقدم لنا اساطير. بعد تتويج الارجنتين بقى وفرحه ميسي باللقب الاغلى في تاريخه تقريبا وفي مسيرته كلها الكرويه والاداء الذي قدمه ميسي، تعالوا نشوف ماذا قال هؤلاء النجوم عن الاسطوره الارجنتينيه ليونيل ميسي. بيليه قال: تستمر كره القدم في سرد قصتها كما هو الحال بعد فوز ميسي باول كاس عالم له. واود ان ابارك ايضا لمبابي بعد تسجيله 4 اهداف في النهائي، والذي يعتبر بمثابه هديه لمشاهدي هذه النسخه. نيمار اللي قال: مبروك اخي ليونيل ميسي. واندريا بيرلو قال: مبروك النهائي الكبير لميسي وللارجنتين. ورونالدو قال: ميسي يلعب كره القدم من اي زاويه والناس في اي مكان في العالم يعشقونه. اما ريفالدو اللي قال ان المباراه يا لها من مباراه ويا له من نهائي. تهانينا للارجنتين ولصديقي ميسي. وده كان اللي قاله نجوم العالم عن الاسطوره الارجنتينيه ليونيل ميسي. هنطلع فاصل صغير ونرجع نكمل باقي فقراتنا مع حضراتكم في 7 داي سبورت.